نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد صلى على محمد ولد الحبيب وحده متوارد صلى على محمد والنور من وجناته يتوارد ولد الحبيب ومثله لا يولد يا رب صل على نبي محمد ولد الحبيب وحده متوارد يا رب صل على نبي محمد ولد الذي لولاه ما عشق اللغة كلا ولا ذكر الهبى والماحد ولد الذي لولاه ما ذكر الضبى أسرى ولا كان المسهر في مسد فإذا سنة وقتها وقتها إن شاء الله واسك عريري مركا إن شاء الله وحن سيشاك عندو أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إيو إن شاء الله تاريخ دي سي إيو سيرة دي سي أيانك شاك عندو أن علمات نقدر جندو أنت إن شاء الله إلهي وليه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين النبي إلهي وليه وحوه وما أنا صدرين إن شاء الله نحرس مو يوحك لما أنا صدرين مرك النبي إن محمد إن شعلانه إلهي أيان أمره يا إلهي بقولي أيدخل أيدخل القرآن وبقولي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم نبي وحول بويك أولي سنيا نفتي نيوك أولي سنيا إن شعلاتان يا واجبه إلهي وحوي إن أمره يا إن النبي شعلانه إن إلهي شعلانه إن النبي شعلانه هذا شعائر النبي كوحوي إلهي القرآن كوحوي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم هذا الشعشي بصور راعة إلهي يا إني دم الدافع يا مركز مركز شعائر النبي كوحوي ما هنا أعرف ككلية لقش يا جنا يوم لكن وح الله بهني هاي إن رأيتان بالله إن الله يذكره شعائر النبي صلى الله عليه وسلم رأيتان كسيء الله سيجب هني ولا ليه nabigeena si ogti walaalyaal wuxuu ku dhashay magaalada makka wuxuu raa insha allah dhashay sanadkii la oran jiray sanadkii aamul fiil oo suurada aamul alam tara kayfa faala rabbuka ilahay leeyahay sanadkii ay waxa weeye oo umarooda ku soo nimankii watee ay ku soo duuleen kacbada inay duuliyaan sanadkaas ayuu dhashay nabigeena sallallahu alayhi wasallam nabigeena waxa weeye walaalyaal waxa laga yaabaa arurteen ina siirada barra weeye nabigeenu aruur u yaala dhashay in lagu yiraahdo nabigeenu adeerab xuleeha in lagu yiraahdo waa inaad su'aalahaas ku dhan ilmaha aan barra weeye nabigeenu wuxuu dhashay keligiis buu ahaa walaalyaal wax walaalaa lama dhalan isagoo lix bilood jira calooshoodiis ku jira ayaa aabbihiis dhintay walaalayaal kabacdigeedna nabiga sallallahu calayhi wasalam marka uu dhashay walaalayaal waxa habeenkii uu dhashay waxa dhacay wuxuuxuzooyi waaweyn baa dhacay walaaliyaal markuu nabigu dhashay sallallahu calayhi wasalam waxaa nuujisay hooyadiis baa nuujisay aamira bintu wahbaliya hooyadiis nabiga sallallahu calayhi wasalam kabacdigeedna waxaa nuujisay gabadha la yidhaahdo suwaybatu aslamiyah gabadha la yidhaahdo oo abilahab waxa weeye addoon u ahayd ayaa nuujisay markii loo sheegay walaalayaal habeenkii uu dhashay abilahab ayay u sheegtay gabadhaasi waxay uga farxisay nabiga maxamed cabdullaahi binu cabdimadalib in wiil u dhashay ayay u sheegtay kabacdigeedna walaalayaal waxa dhacday markaas ayuu xoreeyey weeye farxaddii darteed abilahab wuu farxay habeenkaas farxaddaas uu farxay waxaa la yidhaahdaa taariikhda waxaa la qusay habeenka isniinta ah ayuu waxa weeye ayaa laga fudayay cadaabka abilahab farxaddii uu ku farxay isagoo aan nebiga rumaynin darteed laakiin uu ku farxay walaalkiis in wiil u dhashay darteed ayaa habeenkaas maalintay marka nabigeena sallallahu calayhi wasalam
ومركز كبعد جينا وحن نولسي قبل اللي هي حليمة السعدية أيام نولسي كبعد جينا حليمة السعدية ولا اللي وحن اللي يراه ذا مرك قبل عربتا وحي لها ين عادو إن قبله مرك مارت إني مقالوي كي مادان وايصوت وانتر الماء النوجيان مرك كبعد جينا عروتي كلون ولا كلقاتي بالليلي نبيك وهاجم بوها سجل ما قادم مركها كبعد جد إن كده أيه ويدسي إن ويل كان هاجم كأنه جسر كبعد جد إن كده وهو قلادي كبعد إن ويل كي أيه وهو نبيك أيه سوق على تسلل على سنين جسر كبعد مركها سقلبتي أيه صار صوب بحي دمير بدميري وتن دميري مركها دمير كده أيه هو أرض بطيب الليلي وقالوا مصعدي أيدي مع وحوى عرب بدن أيه وحوى أيه يرطي مركين نجسي صلى الله عليه وسلم بركات النبي صلى الله عليه وسلم وحلو الوحل حوالها هذا ماشى إداجين شرتي أيه حوالها دي ما وحوى حوالها وقف من عضي ها مر هير اللي يرادو وماشى أي قبل اللي السعدي أي حوالها تاجسوا أنو وحوى حوالها تاجن هير كاس أيوب بركات النبي صلى الله عليه وسلم قال مركه كبعد جد وحلي أفر سنة مركي بو النبي جبريل صلى الله عليه وسلم أيه جبريل بيجيد هل كان حبت كأيوك كشاحي كبعد جد نوحو كسر وحوى هنجر وحوى شيطان كوكل مد وهل كاس أيه لقسر النبي صلى الله عليه وسلم كبعدنا عروتي أردي سأيه يقول وتكتي كبعدنا وحوى شرط محمد إلى قلي للدري كبعدنا وهو يمادن نسوا وهو بيرتوا من النبي مركي هرة كبعدنا وأسوأ في عمبي هو يمادن كبعدنا ما أنت أي واحد يقول أنصت طي قفت اللي يرى هذا حليم السعدي إني إسكب لي سوء نبي صلى الله عليه وسلم سوى مركز أفر سنة شراء أي مركز هو يزني ما طي مركز كبعد جين أوبيس أي كوري إلى وكتش مركز لح سنة مي أي كأي أنتو مارت أوبيس كورنا أي كبعد جين أوبيس أي أنتي كبعدنا واحد لوري كرمتي سي أبي طالب مركا إن شاء الله نبي صلى الله عليه وسلم تاريخ تيسو وهو هالكاس أي قصة سمعتها كبعد لا وكسو وينادي أبي طالب ولا لي أبي طالب وهو نبي وهو آد ومارتي خسوب كريي أبار بقولها نبي قالوا كل شيء على إنه الإسلام والدين تقاطه لكن إلهي ما قدرين إلهي وحده لي آيات القرآن كا أو كسود شيء إنك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء إلهي قفك وشعري أيها النوريا لكن أضو من قفك أتعشى وهو مهل من كرتد أيان من النبي صلى الله عليه وسلم مركب لمن أي أيوه وكيري نبي صلى الله عليه وسلم وكيري وهو النبي الله يمرض وحن قلت وضب إله إله إيه شيء وأه إن لا إله إلا الله محمد رسول الله أترى هذا لكن وهو أبي زاري ودي لي سياسة نقولته نبي صلى الله عليه وسلم وقول الله أدير حمزة وذكته iyo Abbas oo muslim aha waxa kala abi Lahab oo adeerkiis ahaa oo nabiga dhibay oo aad u ogtiin ay nagu la dhashay iyo Abi Talib waa sidaas weeye marka insha Allah culumada ayaa naga dhirjin doota maanta way ka dhirgeysaan waqtiguna waa insha Allah way iska ciriiri laakiin insha Allah waxaan ku soo dhawayn doonaa insha Allah mashayixdeena oo aad iyo aad moogta faftiri doonta insha Allah laakiin anaga waxa la iska rabaa walaalayaal inaan u dhigeysano oo markasta aanu maareeytay aanu carruurteena barro oo nabiga jacaylkiisa aan isku tarbiyeyno oo aanu diinta maareeytay aanu ku dadaalno sababta ay tahay ilaahay wuxuu leeyahay huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasuulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaaba wal hikmah wa in kaanu min qablu la fi dhalalin mubin ilaahay wuxuu noogu mana sheeganaya inuu naga soo bixiyay mid anaga naga mid ah mid oo uusan malag noo keenin rasuulka ilaahay dhexdeena uga soo saaray aayaadka ilaahay buu ku akhrinayaa wuuna daahirayaa waxa weeye xikmad iyo ayuu noo sheegayaa waaritii nabi sallallahu alayhi wasallam anagu markii hore baad ahayn insha Allah marka aad baan uga faa'iideysanaynaa arintaas waa nabiga ilaahay uu sheegay رؤوف رحيم بلغ جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بإلهي من حريص يا إلهي قلت المامي حريص بإلهي النبي أنا قلت المامي صلى الله عليه وسلم مركب الله ليال إن شاء الله وإن المبارة كبر سنة مانتي فرصة معنى كستق مجوبته هذا نوع سلوين إن شاء الله
شيخنا الشيخ عبد القادر وان شاء الله مدير ماخن دونا ان شاء الله قالك عبد الله على الرساق وفريا سونا كل محاضره قيب كقادن دونا ان شاء الله شيخ عبد الرساق ورا سوما ان شاء الله كان لا يبهي ان شاء الله الشيخ عبد شعب قادر فريت تفضل مشكور احمد عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله حبيب الله وخير خلق الله محمد الصادق الأمين صاحب الحوض صاحب اللواء الحمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد فأمسى سراجا منيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد وأنت الإله وأنت إله الخلق ربي وخالقي بذاك ما عمرت في الناس أشهد تالله ما حملت أنثى ولا وضعت مثل النبي رسول الأمة الهادي ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء أيها الإخوة المسلمون فها نحن اليوم في احتفال مولد النبوي صلوات ربي وسلامه عليه ذلك